اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا تشي تشات ستات. طبعا قبل ما نبدا موضوع الحلقه القوي جدا، احب ارحب بزميلتي امل. امل يا اهلا وسهلا بيكي اهلا في يا حلقتنا. امان، واهلا بالمشاهدين اللي بيتابعونا على البرنامج بتاعنا. صباح الخير يا امان. صباح النور. انا عايزه بقى ابدا الحلقه النهارده، انا جايبه حاجه كده يعني علشان تبقى ريليتد او ليها علاقه بموضوع الحلقه. انا جايبه الشنب ده علشان هلبسه، تمام؟ لان احنا حلقتنا النهارده عن السترونج اندبندنت وومن، اوكي؟ فطبعا يعني من كتير قوي المصطلح ده بيكون موجود ومنتشر على انه السترونج اندبندنت وومن دي بتتحول لراجل وبتبقى ست مسترجله، وده للاسف بقى اللي احنا بنشوفه في مجتمعنا. يعني انا عايزه اقول الاول احنا يعني عايزه اقارن ما بين اللي شفته بره عن المصطلح وما بين اللي شفناه في مصر. احنا يعني صحينا كده فجاه في يوم لقينا كلمه strong independent woman منتشره وموجوده في كل حته في مصر، وفجاه بقى مصطلح موجود. ولكن طبعا هو في الاصل موجود من يعني قديم الازل في الدول الغربيه، وكان بيشير او هو حتى الان بيشير لفكره الست القويه اللي بتقدر انها يعني تنجح في حياتها، وده بيكون شيء ايجابي جدا، وبيحاولوا ان هم يدفعوهم للامام مش يحسسوهم بانهم خلاص بقى الفيمينست اللي جايه يعني تقطع بقى في الرجاله وتساوي نفسها بيهم وتزعق لهم وتديهم على دماغهم زي ما الناس متخيله هنا. المصطلح ده لما اول ما نزل كده في مصر فجاه لقينا السوشيال ميديا ابتدت تتكلم عنه، وابتدى يتعبر عنه على انه الست المسترجله، الست اللي هي خلاص ما تستغنيش او بتستغنى عن الراجل بمنتهى السهوله، الست اللي هي الراجل يخاف يقرب لها اصلا، وانتشر المصطلح بالشكل ده. احنا بقى في حلقتنا النهارده هنناقش مجموعه محاور علشان نعرف يا ترى المصطلح ده هو فعلا كده ولا المفروض يكون تفسيره حاجه تانية، ويا ترى هو حاجه ايجابيه ولا سلبيه للمجتمع. طب احنا اصلا المجتمع بتاعنا بيشوفه ازاي؟ يعني هل المجتمع بيشوفه بشكل ان هو شيء ممكن يكون حلو ومفيد في الواقع بقى بعيد عن تعليقات وكومنتات الناس، ولا الناس بتشوفه ان هو حاجه ممكن تكون مضره او سلبيه؟ كمان هيكون في معانا قصص واقعيه بتتكلم عن حكايه السترونج اندبندنت وومن في المجتمع بتاعنا، خصوصا يعني تحديدا في مصر، وهنعلق عليها، وهنشوف برضو بعض اراء من الناس على السوشيال ميديا هم كانوا بيتعاملوا ازاي مع المصطلح ده، وخصوصا تحديدا الست نفسها هي اللي قد ايه راضيه عن فكره انها تكون سترونج واندبندنت ولا لا، ويا ترى هو اختياري ولا اجباري على الست انها تكون كده. ويا ريت برضو انتوا تشاركوا معانا في انكم تجاوبوا على السؤال ده، انتوا شايفين هو اختياري ولا اجباري، وانتي حابه كست انه يكون المصطلح ده موجود ومرتبط بيكي ولا مش حابه ده، ويا ترى مفهومك عنه ازاي. وكمان الراجل، يا ترى الراجل شايف برضو انه المصطلح ده هو عاوز يكون موجود وتفسيره بالنسبه له ايه. انا بقى عايزه ابدا الاول بان امل تكلمنا عن فكره المجتمع، المجتمع ورايه ايه بخصوص المصطلح ده يا امل؟ هو الحقيقه المصطلح ده مش جديد، ده قديم، لانه لو احنا عايزين نتكلم عنه يبقى لازم نذكر اول سترونج اندبندنت وومن مصريه في العصر الحديث، وهي السيده سهير القلماوي. الست دي الحقيقة كان في عصرها البنات آخر حاجة ممكن يوصلوا لها في التعليم هو ما يعادل الثانوية العامة دلوقتي، لكن هي أصرت إنها تكمل تعليمها ضد العادات والتقاليد وقتها، واللي ساعدها في الموضوع ده كانت المفاجأة إنه راجل، وهو كان عنده بصيرة وشايف إن الست لازم يبقى ليها دور في المجتمع، عشان كده هو تبنى فكرتها، وهو الدكتور طه حسين. طه حسين ساعدها هي وأربعة من صديقاتها أن هم يخشوا الجامعة، وهي اختارت أنها تخش أداب قسم لغة عربية، والمفاجأة أنها قدرت أنها تتفوق على أقرانها من الرجال في دفعتها، وكانت أول ست تحصل على رسالة الماجستير والدكتوراه، وكانت أول ست تترشح للبرلمان المصري وقتها، وطبعا ما ننساش انها كانت كاتبة
عظيمة وليها أكتر من 80 كتاب. الغريب بقى إن المصطلح دلوقتي خد منحنى مختلف في العصر الحالي، بقى مقترن بشعارات غريبة، يعني مثلا ناس بتاخده على محمل السخرية وناس بتاخده على محمل إنه جراءة وخروج عن المألوف. فتلاقي شعارات بتقول انت قوية، انت ما انتش عايزة الراجل في حاجة، تتجوزي ليه، انت مش محتاجاه في حاجة ومش محتاجة يساعدك في حاجة. الحقيقة الشعارات دي انا بشوفها انها مغلوطة، لان لو شفنا في قصة السيدة سهير ان اللي ساعدها انها تحقق طموحها هو كان راجل، وده ما ينفيش ابدا بكل المقاييس ان ربنا لما خلق ادم وخلق حواء من ضلعه، وده شيء مهم ان احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض في المجتمع بتاعنا. وده اللي هيخليني اسال، هل له تصحيح المفهوم ده في الوقت الحالي ولا لا؟ تمام. هو بس كمان تعليقا على الكلام اللي اتقال، طبعا امل ذكرت رول موديل او يعني مثل اعلى كده ممكن كل البنات تحتذي بيه، ولكن المثل الاعلى ده مش دايما بيكون هي الانماط اللي موجوده في المجتمع اللي نقدر نطلق عليها strong independent woman. يعني احنا في عندنا نماذج كتيره قوي مش هتنفع تكون كلها السيده العظيمه اللي كانت ليدر او قائده في مجال معين. احنا لو نزلنا على المستوى البسيط جدا من الشارع هنلاقي ان في يعني في معظم الاماكن انه الست المصريه بتكون دايما سترونج واندبندنت، يعني دايما الست المصريه قويه، ومش بس المصريه طبعا، احنا بنتكلم في وجه العموم. الست كتير جدا بتبقى محتاجه انها تقف جنب جوزها في مواقف معينه، دي كده سترونج. الست اللي بتكون شايله بيتها في البيت وعامله حساب انها عندها مسؤوليه وتتحملها، دي كده سترونج واندبندنت برضو، لان في المسؤوليه هي مش هتروح بقى تنط في كل خطوه، تروح لجوزها تقول له انا اتصرف في الحاجه دي ازاي، يبقى جوزها في الشغل ولا حاجه تروح تقول له الو ايوه قول لي ممكن اعمل كده ازاي. لا، لازم تبقى ليها استقلاليتها، وده المفروض الشكل العام اللي يتفهم بيه المصطلح. شفنا طبعا برضو من ضمن النماذج القوية واللي ممكن يحتذى بيها نموذج ستنا خديجة، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، أفضل الخلق يعني أجمعين، وكمان نموذج للرجالة. لما بنشوف إنه هو راح وتقبل إنه هو يتزوج ستنا خديجة، والوحيدة اللي كمان ما جمعش عليها حد، يعني ما اتجوزش عليها حد لأنه كان بيحبها جدا جدا، وهي مواصفاتها تنطبق بشكل كامل على فكرة السترونج والاندبندنت، لان هي كانت سيده عندها التجاره الخاصه بتاعتها، عندها مال كتير، عندها نفوذ ومن عيله كبيره في البلد، وبالتالي هي يعني ممكن اي حد فعلا لو ما كانش راجل بجد يخاف ان هو يقرب منها او حتى ان هو يقول لها انا عايز اكون زوج ليكي. وهي كمان لما اختارت شخصيه شافت فيه معنى الرجوله بجد، وبالتالي طبعا اختارت سيدنا محمد، يعني مفيش احسن من كده في الدنيا. ولما اختارت النموذج ده كان فعلا هو سند ليها بجد، وهو علشان سيدنا محمد نفسه كان قوي قدر يتقبل فكره قوتها، بل بالعكس ما كانش بقى يقول لها هاتي الفلوس اللي انت محوشاها اخدها عندي، ولا يقول لها مثلا لا ده انت مجبره لازم تعمل، بالعكس تعمل معاها بشكل كويس جدا وزود لها من فلوسها، وكان في بينهم من الود والتآلف يعني حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن لو حبينا نسرد في القصة بتاعتهم هنلاقي عظات كتيرة قوي يتعلمها الناس المتزوجين حاليا. كمان الست مثلا لو لقيت راجل صياد في مركب ومعاه مراته معاه في نفس المركب، دي ما نعتبرهاش strong وindependent، يعني هو الراجل ده لو جراله حاجة وسط المكان بتاعه في الشغل مراته هي اللي هتجري وتسعى عليه. لو هما موجودين في موقف وطلب منها حاجة تساعده هي بتبقى زي دراعه اليمين، يبقى إذن هي strong وindependent. بنشوف كمان الفلاحة المصرية اللي إيدها بإيد جوزها في الأرض وفي البيت، تربية المواشي،
تربيه الاولاد، في كل خطوه بتلاقي الست كده. طب البنت السنجل اللي هي ممكن تكون يعني بتحاول انها تعيل نفسها او تعيل بيتها كمان، دي برضو من النماذج بتاعت السترونج اندبندنت وومن. مش معنى بقى ان هي تبقى سترونج واندبندنت ان هي تكون ست سايبه، او ان هي زي ما بعض الناس في المجتمع بتحاول تصوره ان هي تكون سيده ملهاش رابط عايزه الحريه وفقط بلا اي هدف. طبعا في نماذج كده وفي نماذج كده، ولكن بقى احنا يعني بعد ما عرضنا المجموعه من النماذج دي، انا كنت عايزه برضو اسالك يا امل، يعني انت شايفه فكره السترونج واندبندنت في مجتمعنا احنا المصري، هل هو اختيار ولا اجبار؟ يعني الست بتبقى مجبره انها تتخذ الخطوه دي، ولا ممكن يكون اختيار ليها، يعني هي بتختار انها تكون كده او تكون الشخصيه القويه دي؟ هو المجتمع الحقيقه عايزين نعرف هو شايف السترونج اندبندنت وومن ده باي منظور. يعني هتلاقي هل هو بيشوف المصطلح ده يطلق على الست اللي هي اختارت انها تستقل بحياتها وتعيش بمفردها وتحس ان الراجل ملوش اي لازمه في حياتها وتبقى بلا رابط، يعني ما تبقاش مستنيه ان حد يسالها انت رايحه فين وجايه منين، وبتبقى ضد المجتمع ككل، يعني حتى المجتمع بيبقى لافظها ومش شايف ان ده النموذج اللي المفروض يبقى موجود في وسطيه يعني. بس قصاد ده الحقيقه في سبب تاني، ان احيانا البنات ما بتلاقيش السند او ما بتلاقيش ان الراجل بيقوم بالدور اللي المفروض يعمله. زي مثلا على سبيل المثال ان اب ممكن يكون مقتدر ووصل بنته الى انها خلصت تعليمها وتوظفت، وبعدين بيشوف ان هو كده ده دوره كده خلاص، هي المفروض انها تعتمد على نفسها وتصرف على نفسها، وان هو الموضوع توقف على هذا الحد بالنسبه له. وده اللي بيخليني يعني اعتقد يا امان ان في نماذج بقى اخرى للست المجبره على انها تبقى سترونج اندبندنت وومن. تمام، يعني انت شايفه ان هو اختيار ولا اجبار؟ في حالات بيبقى اختيار، اللي هي الست اللي هي بتبقى قررت انها تستقل وتخلي العادات والتقاليد دي ملهاش لازمه بالنسبه لها، وفي حالات بتبقى اجبار نموذج زي اللي انا قلته ده، وفي نماذج تانية ممكن لو عندك عرض ليها ممكن توصفيها لنا. اوكي، هو انا بصراحه يعني انا بحس ان الموضوع فيه شويه اجبار اكتر من اختيار. يعني ايه؟ يعني انا يعني او الست عموما انها تبقى مجبره انها تكون قويه ومستقله، اولا ده اجبار حتى نفسي، يعني انا كامراه المفروض ان انا نفسيا كده انا بني ادم زي اي انسان اخر زي الراجل، مش معنى كده ان انا بعامله بالند او انه يبقى في بينا كده تحدي، مش ده المقصود ابدا بفكره او المفروض يكون مقصود بفكره السترونج واندبندنت، لا خالص. هو كل الفكره ان احنا الاثنين بشر، احنا الاثنين لينا نفس الاحتياجات، احنا الاثنين لينا نفس الحقوق، وده مش موجود كتير في المجتمعات. ولكن احنا بنشوف بقى ان المجتمع نفسه ساعات بيفرض على الست انها تكون strong independent، ولكن في نفس الوقت ينتقدها انها strong independent. يعني ايه؟ يعني مثلا لو شفنا الاماكن الفقيره، لو شفنا الطبقات المتوسطه، هنلاقي كتير جدا بيوت بتبقى مضطره الست انها تشتغل مع الراجل، مش ضروري باختيارها او ان هي اللي عاوزه تشتغل، لا ظروف الحياه بتفرض عليهم كده. في كمان ست بتكون عندها مهارات معينه ونفسها انها تحققها، وبالتالي حرام جدا انه يكون، يعني انا بشوفه ده برضو فرض او اجبار، لانه هو حتى لو اجبار داخلي فهو شعور ما ينفعش ان الواحد يقاومه، او حاجه كده داخليه عند الست ما تدفعش انها تقاومها، اكتشفت في نفسها انها تقدر تعمل حاجه معينه بتبقى محتاجه انها تطلع الحاجه دي، وده المفروض يكون شيء مفيد وصحي لنفسيه الانسان وكمان للتعامل مع الناس اللي حواليه. كمان بحس ان هو اجبار لان ساعات كتيره قوي الرجاله بيحطوا سلطه كده، السلطه دي مش بتبقى في محلها، يعني هم مش فاهمين القوامه والرجوله بشكل صحيح.
ساعات كتيرة قوي الراجل بيبقى فاهم القوامة والرجولة على اني اشخط وزعق واكسر البنت ضلع يطلع لها 24. هو هيطلعوا 24 بس انت ما تعرفش هيطلعوا بقى عوجين ولا هيطلعوا سلام، واللي بيتكسر اصلا ما بيتصلحش ولا بيرجع زي الاول. يعني ربنا مدينا مخلوق الست ده المفروض ان هو انسان وليه مشاعر معينة، ليه رغبات معينة، زي ما الراجل عايز يثبت نفسه ورغباته يحققها هي كمان. بالتالي ما ينفعش ان انا لما اجي اتعامل معاها اتعامل معاها بان انا اكسر فيها وحطم فيها واكبتها، او بس ان انا افرض سلطة من باب ان انا عايز ابين نفسي ده انا راجل بقى وكلمتي بتمشي. لا، الموضوع ما يبقاش كده خالص. احنا برضو لو شفنا نماذج ناجحة من الرجالة اللي يتقال عليهم رجالة بجد، هو بيحتوي المرأة، بيحاول ان هو يكون حنون عليها. والمرأة دي مش ضروري كمان تكون زوجتك وبس، يعني احنا مش بنخاطب المرأة في المجتمع لانها فقط زوجة، احنا بنخاطب المرأة في المجتمع في العموم. مامتك، اختك، زوجتك، بنتك، كل دول عبارة عن عناصر المرأة في المجتمع. الاب ناحية بنته المفروض يتعامل ازاي؟ يكسرها ويقول لها ما تعمليش او اعملي، او لا اللي انا شايفه فيكي ده احنا ملناش فيه ما نعملوش، علشان غالبا يعني بتبقى الحجة نظرة مثلا المجتمع حتى لو هو شيء جيد، ولكن في الحقيقة يعني الحجة الحقيقية هي بتبقى انه عايز يريح دماغه. كمان الراجل ممكن ساعات بيبقى عايز يريح دماغه في العموم حتى في المصاريف، يعني مش عايز يرهق نفسه بزيادة. على عكس طبعا في نماذج رجولية كتير طبعا تبقى حابة انها تصرف وحابة انها تكفي بيتها وبزيادة، يعني احنا مش بنقول ان ده في المطلق، ولكن كتيرة قوي نماذج من رجال بتبقى عايزة تريح دماغها. فلما تشوف ست طموحة، لا انا هقعد بقى اجري وراكي، نفسي هيتقطع ليه، اقعدي زي ما انا قاعد. تمام. طبعا دي كده نموذج مش يعني من اكتر النماذج اللي بتشجع على الصورة السلبية للإندبندنت وومن، مش الصورة الإيجابية. فبالتالي يعني أنا بحس كتير جدا ممكن يكون إجبار، السلطة اللي مش في محلها، التعامل السيء مع السيدات على العموم واستغلالهم يمكن أكتر. يعني أنا بخليها تشتغل وهاخد منها الفلوس وهقول لها اسكتي وملكيش رأي. طبعا دي يعني احنا هنتكلم بقى دلوقتي على فكرة ان المجتمع يعني ساعات ممكن بيكون ليه سلبيات وإيجابيات ان احنا نطبق فكرة ان الست تكون strong وindependent. الاول نتكلم في الايجابيات، ايه رايك؟ والحقيقة يا الموضوع له ايجابيات وله سلبيات. بالنسبه للايجابيات، هي الحقيقه في الظروف الحاليه اصبح ان الست ممكن تبقى متزوجه ويحصل خلاف بينها وبين بينها وبين زوجها اللي هو بيعتبر سبونسر ليها ماديا، وبعدين بتلاقي نفسها لو هي ما هيش شخصية لها شغلها وليها كيانها ولها راتب خاص تقدر تصرف بيه على الأولاد، بتتحط في خيارين، يا إما أنها تقبل بالوضع الحالي وتجبر عليه، يا إما أنها تنفصل وتتشرد هي والأولاد، لأن السبونسر في الحالة دي بيخلع زي ما بيقولوا، يعني بيقول لك أنا ماليش دعوة بالقصة دي خلاص. وفي كمان الست اللي يعني ربنا يدي طولة العمر لكل الرجالة الحقيقة، يعني ممكن تصحى الصبح تلاقي نفسها بقت أرملة وتحطت في نفس الخيار إنها المسؤولة عن البيت ومسؤولة عن الأولاد، وهي بتبقى عايزة تخلي الأولاد يبقوا على نفس المستوى اللي كان موجود في وجود الأب. فلازم تبقى هي ست independent ومعتمدة على نفسها وتقدر تعول الأولاد بتوعها. كمان في جزء من السلبيات ان انا بحس ان المجتمع دلوقتي زادت فيه نسبة العنوسة نتيجة القصة دي، لانه هتلاقي ان البنت طموحاتها بقت اعلى، يعني هي محتاجة ان الراجل اللي هي عايزة تشاركه حياتها يبقى هو اقوى، وكلمة أقوى مش إنه الراجل المروض اللي هو عايز يلغيها ويلغي دورها وما تبقاش موجودة تماما. اللي أنا عايز أقوله إن كمان الشباب عندهم نفس المشكلة، بيبقوا خايفين يقدموا على فكرة الزواج من الست دي، لأن هي هو بيبقى في شكل نمطي
للانثى في دماغه بشكل الست الانيقه فتاه ال20 20، لكن عايزها بعقليه امينه اللي هو بيقودها السيد. والنموذج ده اعتقد انه ما عادش موجود. هو طبعا كل الاحترام والتقدير للسيدات اللي هم طبقوا النموذج صح وافادوا المجتمع، سواء كانت الارمله المطلقه اللي ما تزوجتش وكانت عايزه تعمل حاجه مفيده للمجتمع، ولكن احنا طبعا شفنا برضو بعض سلبيات كانت موجوده في الموقف ده او بسبب انتشار المصطلح ده. من ضمن السلبيات دي مثلا ظهور بعض، يعني ده جانب، ظهور بعض فتيات من التيك توك، وطبعا كانت قصتهم مشهورة جدا ومأساوية جدا، انه في الاخر يعني هم كانوا حابين ان هم يكونوا ليهم الشخصية بتاعتهم، يقدروا يصرفوا. فبعض احيان يعني بيكون مفهوم الست نفسه عن فكرة السترونج، انها تكون سترونج واندبندنت او امرأة قوية ومستقلة، بيكون خطأ وتطبيقه خطأ. الأغرب بقى إنه ممكن يكون يعني البيت نفسه على علم بحاجة زي كده، عارف مثلا إنه بنته بتطلع على يعني حاجات في السوشيال ميديا بمظهر غير لائق، ترقص على أغنية، فبالتالي هي بتكذب على فكرة للأسف يعني نوعية الرجال اللي هم ما ينفعش يتم الاعتماد عليهم يعني، ولكن هي بتجني المال وعلى علم من كل أهلها اللي هم فيهم رجالة كتير جدا، وطبعا موافقين على الوضع، وموافقتهم على الوضع ده بس يعني ممكن يكون بشكل إن أنا عامل نفسي مش واخد بالي، ولكن أنا عارف كويس سورس أو مصدر الفلوس ده جاي من إيه، وما اعترضتش، ما قمتش أنا قلت ده أنا بيتي عنده احتياجات والمفروض أنا أقوم وأنا اللي أتحرك عشان أوفيها. ما خدتش بنتي دي واحتضنتها وقلت لها تعالي يا حبيبتي انا عايز افهم منك انت عاوزه ايه، طموحاتك ايه، نفسك تحققي ايه. انا سبتها ورميت دماغي وكبرت دماغي لاني حتى ما عنديش اليه ان انا اتعامل معاها غير بان انا اكسرها او ان انا اكبتها، وبالتالي بتبقى النتيجه سلبيه اكتر واكتر وبيطلع مساوئ اكتر واكتر، زي قصه طبعا البنات اللي شفنا صورهم وللأسف هم اللي لبسوا في الموضوع وحياتهم كلها تدمرت. احنا يعني للأسف وقت الحلقة يعني المفروض ان احنا نختم دلوقتي، لو كلمة أخيرة بسرعة يعني كلمة أخيرة سريعة نقولها للناس على بخصوص موضوع strong independent woman، نصيحة سريعة. هو اللي انا شايفاه ان المفروض ان الراجل يرجع يقوم بدوره، ودوره هو الاحتواء مش انه يبقى متسلط عليها ويلغي طموحها ويلغي وجودها، لا، هو المفروض يدعمها ويخليها هي شخصيه قادره انها تعتمد على نفسها، وانه هو يوفر لها السبل اللي المفروض تساعدها انها تبقى انسانه بتفيد المجتمع. انا برضو بقول لكل ست خليكي سترونج، خليكي اندبندنت، بس انا عايزاكي تفهمي المصطلح صح وتحاولي تطبقيه صح، لان في الاخر مش هيشيل مشكله اللي انت هتواجهيها غير نفسك، برضو مشيتي صح مشيتي غلط انت اللي في الاخر بتلبسي في الحيطه. وبرضو زي ما قالت زميلتي امل، الراجل انت اساس الموضوع فعلا، لو الراجل ما استقامش وهو اللي مش عدل ومظبوط، بيتك بمراتك بولادك ببناتك بكل ست او اخت برضه مش هتمشي مظبوط. هنقول لكم بقى شكرا جدا وبنتمنى لكم ايام سعيده، وشكرا لمتابعتكم، واشوفكم في حلقه جايه.